يلا بسرعة يا سيمبا، اجري بسرعة. بسرعة ها؟ هو احنا رايحين فين؟ عامل لك مفاجأة يا سيمبا، بس انت اجري بسرعة معايا. اتأخرتوا كده ليه يا ابو سيمبا؟ التحدي كان هيبدأ من غير. واو تحدي، انا بحب التحديات قوي يا بابا انت وماما. يلا بينا نفتح العلب دي. هو اكيد هيبقى تحدي جميل، بس مال العلبة بتاعته صغيرة قوي كده ليه؟ يلا نفتح بقى ونشوف. يا سلام، جالي النوتيلا الكبيرة. الحمد لله انا بحب الشوكولاتة قوي وهملى بطني. يا سلام. وانا جالي نوتيلا متوسطة كويسة برضو مش بطالة. وانا شوفوا بقى العلبة بتاعتي صغيرة خالص، نوتيلا صغيرة. انا بحب الشوكولاتة قوي ودي مش هتكفيني. يلا ناكل بسم الله. واو يلا يا بابا نفتح العلب دي يمكن يجيلك حاجة كبيرة. استنى يا سيمبا، انا اللي هفتح الاول علشان ان شاء الله انا اللي هيجيلي الحاجة الكبيرة، علشان المرة اللي فاتت خدت نوتيلا صغيرة. شفت يا بابا اهو جالك الحاجة الكبيرة، قرن شطة مولع وكبير كمان. الحمد لله جالي الصغير. اه يا حظك يا ابو سيمبا، لا انا مش عاوز كده، مش عاوز الشطة الكبيرة دي، انا مش عاوز التحدي ده خالص، انا ما كنتش بحسب ان هيبقى فيه شطة. يا سلام، انا جالي المتوسطة وسيمبا جاله الصغيرة، وانت يا ابو سيمبا الشطة الكبيرة لازم تاكلها علشان نكمل التحدي. امري لله لازم اكمل التحدي. هم 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 هم. اه ايه ده، الشطة طالعة من بقي، ولع ولع، هتولع في الغابة كلها الشطة دي. وانا كمان دوري اكل الشطه الصغيره بتاعتي. ايه ده ايه ده، انا وبقي مطلع ولعه، انا اعمل ايه دلوقتي؟ وانا دوري اكل الشطه بتاعتي. ايه الولعه اللي طالعه من بقي دي؟ ولعه كتير. كفايه كفايه، التحدي ده شكله هيولع فينا. إيه يلا 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 نعمل تحدي جديد. التحدي بدأ. انا خايف افتح يطلع لي حاجة مش حلوة. بقول لكم ايه، ابدأوا انتوا التحدي ده واعملوا انتوا افتحوا العلب. انت خلاص يا بابا، يلا كلنا نفتح مع بعض. يا خبر يا خبر، ايه ده، ايه البصلة الكبيرة دي؟ انا مش عايزة البصلة الكبيرة دي، انا عينيا بتقعد تدمع وبتعيط لما باكل البصلة الكبيرة. كفاية عليا الاكل بتاع المطبخ كله بصل. لا يا ام سيمبا، ده تحدي ولازم تنفذي كل اللي فيه، وهتاكلي البصله الكبيره زي ما احنا هناكل البصل بتاعنا. وانا جالي البصله المتوسطه. يلا يا ماما كلي البصله الكبيره. بقى كده ماشي يا ابو سيمبا، انت وسيمبا متفقين عليا. ماشي هاكلها. هم 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 هم. ايه ده بيحرق قوي. وانا هاكل بتاعتي يا بابا انت وماما، بس عينيا بتحرقني. وانا بقى هاكل البصلة الصغيرة بتاعتي ومش هيحصل لي اي حاجة. شوفوا ولا عينيا دمعت ولا حاجة. خلاص خلاص يلا بينا يا ابو سيمبا نبدأ تحدي جديد. يا سلام، يلا بينا بقى نفتح. انا مستعد ان انا افتح اول واحد فيكم المرة دي. يلا يا بابا اتفضل افتح انت الاول. وده ايه ده كمان، الثعلب المكار، ايه اللي جابه في العلبه بتاعتي؟ ده ملوش دعوه بالتحدي خالص. امشي يا ثعلب يا مكار. انا اسف يا اسد سيمبا، انا جيت بالغلط وماشي على طول. خلاص يا بابا يلا نعيد بقى التحدي من الاول. واو يا سلام، شوكوبون وكمان كبير، طبق كبير. اخيرا جالي حاجه حلوه وبحبها قوي، احلى منكم بقى المره دي. هم 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 هم. يا سلام ده لذيذ جدا. هم 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 هم. وانا اشمعنى جالي الطبق الصغير؟ انا بحب الشوكوبون قوي. يلا بقى مش مشكله هاكله. هم 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 هم. وانا اخدت الطبق المتوسط، انا بحب الطبق المتوسط لا هو كبير ولا صغير. هم 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 هم. سامعين الصوت اللي انا سامعه؟ في صوت حاجه غريبه، حاجه بتقرب مننا. سامعين اللي انا سامعه؟ ايه ده يا بابا، هو التحدي كده باظ ولا ايه؟ الحمد لله قدرنا نهرب من الانفجار ده يا بابا. لا يا سيمبا يا حبيبي، ما اعتقدش انه خلص. بص هناك كده انت وماما، في هناك شوكولاتات كتيره. يلا بينا، شكل التحدي لسه موجود. يلا نشوف مين فينا اللي هيلحق الحاجه الكبيره. يلا بسرعه. شوكولاتة، يلا بسرعة التحدي.
الشوكولاتة الكبيرة. هي هي هي. وأنا بقى أخدت الشوكولاتة المتوسطة. حلوة. اشمعنى أنا بقى أخد الشوكولاتة الصغيرة دي؟ أنا عايزة شوكولاتة كبيرة. يلا بقى حظك بقى يا أم سيمبا، كلي الشوكولاتة الصغيرة. هم 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 هم. يا سلام أنا شبعت قوي، الشوكولاتة بتاعتي كانت كبيرة. أنا الشوكولاتة بتاعتي صغنونة وما شبعتش، أنا عايزة واحدة كبيرة. الحقوا الحقوا، في شوكولاتة هناك اهي كمان. يلا. هي هي، أنا لحقت الشوكولاتة كبيرة يا سيمبا وانت لأ. أنا خدت الشوكولاتة الصغنونة يا ماما، ماليش دعوة، بديليها بالكبيرة بتاعتك، أنا عايزة الشوكولاتة الكبيرة يا ماما. لا يا حبيبي، أنا اللي لحقتها قبلك وأنا اللي هاكلها بقى المرة دي. خلاص خلاص يا سيمبا يا حبيبي، ده حظك بقى المرة دي، أنت اللي خدت الصغنونة، إنما أنا بقى خدت برضو المتوسطة. ماشي يا بابا انت وماما، ان شاء الله التحدي الجاي انا اللي هكسب الكبيره. يلا بقى علشان ناكل. هم 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 هم. انا خلصت الشوكولاته بتاعتي بسرعه. وانا كمان خلصت بتاعتي. وانا بقى مش قادره اخلص بتاعتي علشان كانت كبيره خالص. يلا بقى حظي حلو بقى المره دي. هم 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 هم. الحق يا بابا انت وماما، في صوت شوكولاته هناك اهي، انا هروح بسرعه عشان الحق الكبيره. يا سلام يا سلام، انا خدت بيضه الكندر الكبيره، يا حلاوه. وانا خدت البيضه المتوسطه. انا زعلان قوي برضو ما لحقتش البيضه الكبيره. خدت الصغنونه. ما تزعلش بقى يا سيب، المره الجايه بجري بسرعه والحق الكبيره. يلا بقى ناكل الشوكولاته. هم 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 هم. شوكولاته. هي هي، انا لحقت الكبيره المره دي. يا سلام شوكولاته كيت كات، انا بحبها قوي. وانا بقى جالي الصغيره، انا زعلان قوي. وانا خدت المتوسطه، حلوه برضو احسن من الصغنونه يا ابو سيمبا. يلا بينا ناكل بقى. هم 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 هم. الله كانت حلوه قوي يا بابا، هو احنا هناكل شوكولاته تاني؟ طبعا طبعا يا سيمبا، لسه في انواع كتيره من الشوكولاته هناكلها كلها، بس انا دلوقتي لازم اروح اكل، مامتك عامله مكرونه جميله هروح اكلها.